السلام عليكم، انا اسمي حاتم زغلول، وانا ودكتور مصري تاني اسمه الدكتور ميشيل فتوش، زميلي من جامعه القاهره، اتخرجنا مع بعض سنه 79. اخترعنا اختراعين، الاختراعين دول مبني عليهم كل نظم الاتصالات السريعه اللي هي الواي فاي السريع اللي الكل بيستعمله النهارده، وال3 جي والال تي اي والواي ماكس اللي هو ال4 جي. فالحمد لله يعني كل الاتصالات السريعه مبنيه عليها. الاختراعين دول الحمد لله اتبنى عليهم زي ما قلنا تكنولوجيات كتيره جدا، ونجحوا نجاح اقتصادي هائل فوق الوصف. يعني جمعت الشركه اللي عملناها فوق 2 مليار دولار كامتيازات على براءة الاختراعات دي او براءة الاختراعات دي في السنين اللي بعد كده. القصة في منتهى البساطة ان انا شاب مصري عادي، ده درست في امبابة الاعدادية وبعديها في الأورمان الثانوية، وبعد كده دخلت كلية الهندسة. كنت بذاكر كتير جدا، اقول لكم مثلا ان انا في الثانوية ذاكرت فوق 2000 ساعة او حوالي 2000 ساعة، في اعدادي هندسة فوق 1000 ساعة. وقيس على كده بقى بقيت عمري، يعني كنت بذاكر كتير جدا وما كنتش بعمل فهلاوة في المذاكرة، كنت اللي بدرسه كنت بذاكره كله يعني. بعد الهندسة دخلت جيش وعملت حاولت أعمل بكالوريوس رياضيات. قبل ما أخلص الامتحان البكالوريوس اشتغلت وسافرت برا، ويعني عملنا شغلنا أنا وميشيل في كندا. انا اعرف شخصيا في من حوالين دفعتي يعني قبل بسنتين وبعد بسنتين، مثلا معايا كان زميلي الدكتور ياسر ابو مصطفى خلص الدكتوراه بتاعته في كالتيك افتكر في 11 شهر، رقم قياسي. ومن ساعتها لحد النهارده هو احسن استاذ في كالتيك، كل سنه بياخد اللقب ده، وهو احسن واحد في الارتفيشال انتليجنس والنيورال نتوركس في العالم. عندنا احمد سلام 40% من كل انتل تشيب في العالم هو اللي صممها. عندنا طاهر الجمل ده من في ستانفورد احسن واحد في العالم تقريبا في الانكريبشن. ودي نماذج اعرفها، يعني اعرفها كويس، ويعني كانوا بيدرسوا لي او درست لهم في الهندسه. فيعني ما تخليش الاحباط العام اللي موجود يحسسك ان احنا ما بنعملش، لا احنا بنعمل بس ما بنوصلش لقيادة الشركات لأسباب في طريقة تعاملنا. احنا مش بنعرف نلقي الخطب زي الهنود ما بيعرفوا او الصينيين، فما بنوصلش لقيادة الشركات. لو تسألني تعمل ايه علشان توصل للي احنا وصلنا له واعلى منه، اقول لك يعني ريسبي سريعة جدا. اول حاجة اعمل اللي انت بتحبه. انت دلوقتي لو طالب لازم تحب الدراسة، يعني ما لو حبيت الدراسة والدك ووالدتك هيحبوك وراضيين عنك، وده شيء مهم جدا في الحياة. فذاكر وذاكر يعني ذاكر واخلص في المذاكرة. تاني حاجة اعمل اللي انت بتحبه ده كتير كتير قوي. زي ما قلت لكم انا درست 18 سنة وذاكرت كتير جدا خلال الدراسة دي. بعد كده اخلص في اللي انت بتعمله. الاخلاص هو انك تبقى صادق مع نفسك. فلو انت مهندس مثلا وجبت جيد جدا كل سنه بس كنت بتذاكر ليله الامتحان بس، انت مش مهندس، ولا تصمم كوبري الناس تمشي عليه، ولا تصمم دايره الناس تعتمد عليها في حياتها. انت فهلاوي، والفهلاوه ما تنفعش في الدراسه. الفهلاوه تنفع في الاختراعات، لو انت شاطر في الاختراعات اخترع، لكن ما فيش فهلاوه في المذاكره. ذاكر كتير واخلص في المذاكره. ورابع حاجة اللي هي أصعب واحدة، ما تسألش عن الفلوس. لو أنت عملت الثلاثة الأولانيين الفلوس هي اللي هتدور عليك. طبعا يعني الكل بيهتم دلوقتي بالرياضة ويقول إن مثلا محمد صلاح وصل. طبعا محمد صلاح نموذج مشرف جدا ونتمنى له التقدم والخير في كل حاجة، لكن لازم نعرف إن الرياضة بتكمل الواحد. الطالب لازم يركز على مذاكرته، لأن الرياضة ممكن تنتهي بكسر واحد بضربة واحدة، فلازم الواحد يبقى عنده اللي يرجع له ويزق على الرياضة. لو وصل مبروك وكويس جدا، لكن لو ما وصلش يبقى عنده الدراسة والمذاكرة تكمله. وأتمنى لكم كلكم التوفيق، وأقول لكم إن أنا وأحمد سلام وناس تانية كتير موجودين على النت وعلى الفيسبوك، لو عايز تتواصل معانا بنتواصل وبندي نصايح زي ما مطلوب.